صحة شربتكم ومرحبا بكم في كاميرا خفية الملك على قناة حنبعل. السنة قررنا باش نعملوا كاميرا خفية داخل كاميرا خفية. ذاك علاش الإعلامي وليد الزريبي استدعى الضيوف على أساس المشاركة في كاميرا خفية لرمز جلال مقابل مبالغ مالية ضخمة. لكن السيناريو المطلوب من الزنفيتي متاعنا غريب برشا. زعما شنو باش تكون ردة فعلهم؟ هذه يا للزقاطة نحن نسموها كلاب. ما نفهمش ياكلوا هذا وناس رجالنا ونسانا ياكلوا هذا. ضيفتنا في حلقتنا اليوم الإعلامية عربية حمادي، كما عرفناها بجرأة طبيعتها وحدة موقفها في بلاتوات التلفزة. عندي لك عرض. ان شاء الله خير. عاملين كاميرا كاشي. ايه. وش كتبنا كاميرا كاشي؟ رامز عامل كاميرا كاشي. ايه. الملك. ديما بعمل. شخصية مش قميصة هو شخصية الملك. هو. ايه. اوكي. مش يختاروا بالطبيعة مش يستضيفوا ضيوف نجوم. ايه. هم ضيوف طبعا حاجتين. يخلصوهم. ايه. وتفاهم مع على السيناريو. هما ما يعرفوش الأسماء في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. فمكلفين في كل بلاد صحافي يختار الأسماء. تعمل طلع عام وتفسر لك. خلينا عربية حمادي تطلع على كل وثائق الملف. وزميلنا وليد الزريبي باش يزيد يفسر لها كل النقاط الموجودة في العقد. العقد فيه 5000 دولار. معناها 14,860 تقريبا 15 مليون. الضيف اللي وقع العقد واللي هو ضيف لازم يلتزم بالسيناريو بتاعه اللي هو عارف اللي جاء. انت مش تقابل الملك. الملك كيفاش سلم عليك؟ عمري ما قابلت ملك. كيفاش يسلم عليك؟ من بعيد السلام. ما سلموش انا بعيد. بوصلوا ايده. الملك بوصلوا ايده. فكرتها صحيح هذا مصري. بعدين اشتركوا ولده معاه. ايه. بيع ولده ملك زي مش معنى تعامل كطفل يعني هو زي اسمه سويد يا حبيبي. ايه 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 ثم شي انت وملك ولده والحاجة التالي ايه المشكلة انت موافية الطريقة اللي انت معاش عندك حتى مكان كان شيء في البيسي. اوكي مش دازك ولده في البيسي تعرف عمرك. الله طبعا احنا مشكلتنا في نعرف نعوم ولا لا كمل لي ساعة السيناريو. يقول لي رايك ساعة تعرف عوم ولا لا ما عارفش بالله العلي العظيم. ايه بطب صبوس لسان اللي وافق عليه من طيب. ايه كل لسان بصومها. ايه هاي بوست العيد الملكة دي بقديش؟ هذه 5000 دولار زادة. ايه ايه والطفل الطفل هذاك 2500 دولار اشترى. هذا مثلا 7500 بخلاف في 5000 هذا خاطر. هذا 12500 دولار. ايه هذا خاطر وتحت البيسين. تحت البيسين 1000 دولار. ايه 13500. ايه مش استدعاك يعني الملك والحاج نتاعك وشيء اللي معاه. ايوه للجناح نتاعك. اه اللي في الطابق رقم 13 هذا الجناح. ايوه الجناح الرئاسي. وش استدعاني وين؟ استدعاك على اساس هو عشية الجناح مش غرفة. ايه يعني طابق. ايه فهمت. يعني فيه مطعم وفيه كل شيء على اساس انتم يعني من المقربين يعني. اوكي. مش حكيك السياحة وتفرج فيك. ايه. تمام. البانيك الكبير بتاع الكاميرا هذه. ايه. هذه عاملينها مع فريق من هوليوود وكل السينما. ايه. انه الضيف شتا يشوفه من طابق 13. اوه. شتا يشوفني انا من طابق 13. ضيوف كل. ايه والوي. هي وكنت يشوني في الهواء عني تنموت ما تموتيش قال غادي نزال جيت عن عيشة قال روحي عن موت. يا الله الدنيا ايه موت شو مش يوروك فيديو اللي هم مجربينها على 20 شخص ايه كيف مش نتيح انا من 13 ولا مش نهبت مش تهبت في بلاصة مهمة اللي كأنك تحت على جرية 13 واحد ايه ودي بقدي ودي 10,000 دولار 10,000 دولار يعني قديش ولو تو ثلاثة و 20,000 دولار جو 70 مليون تونسي 70 مليون تونسي طفل صغير عربني في الشارع انا مش نبوس ومش نبوس نبوس ونمطلو سوا ديزون اذا انا نجمت ونقول نحكى وجمعت روحي مع اسماء موجوده في تونس وباش يصير فينا الشيء هذايا فما شكون باش يقبل ويمشي اهانه تونس.